نعجل بده النهارده طبعا تمرين الأخيرة النهارده بالليل ان شاء الله هيختتم كابتن هاب جلال تدريبه الاخير مع منتخب مصر عشان مشواره مع بطوله افريقيا 2023 في كوت ديفوار بكره ان شاء الله باذن الله الانطلاقه هتكون مع غينيا وبعدها باربع ايام يوم 9 تحديدا هتكون المواجهه الثانيه او الجوله الثانيه مع اثيوبيا خليني اقول لحضراتكم واطمنكم انه مسحه المنتخب الاخيره كانت سلبيه والحمد لله طبعا اطمنا على فرقتنا باستثناء غياب الشناوي اللي اصابته بفيروس كورونا والمناسبة على الناحيه الثانيه الجهاز الفني احنا عندنا ماتش يوم 12 الاهلي بكام على الاهلي ماتش يوم 12 في كاس مصر الجديد خلي بالكم ان احنا هنمشي كده كاس مصر الجديد كاس مصر القديم كاس مصر القديم عندنا في اخر الشهر بيراميدز كاس مصر الجديد عندنا في اول الشهر المصري في السلوم أه فهنلعب يوم 12 فالجهاز الفني بالفعل بي بيجهز علي لطفي وعلي لطفي دايما قد المسؤوليه بصراحه يعني الولد يمكن ما بياخدش فرص كبيره او كتيره يعني لكن في كل فرصه بيظهر فيها يعني انا دا دايما كل ال يعني المدربين والاسماء الكبيره تقول لك في مراكز في في في, الفريق مستوى اللاعب فيها مرتبط دايما بحساسيه الماتشات وكان الله في عون علي يعني متخيل انه علي الحقيقه يعني كل حراس المرمى اللي قابلتهم قال لك الولد ده امكانياته هايله بس هو حظه انه بيلعب مع الشناوي والشناوي في اعلى فتراته فبالتالي الفرصه مش واخدها بشكل كبير و والمركز حراس المرمى بالذات من اكتر ال ال يقول لك يعني هم الناس بتقول كده الناس الخبراء بيقولوا كده الهداف راس الحربه وحارس المرمى ال الاثنين دول مستواهم مرتبط بشكل مباشر باستمراريه مشاركته في مراكز كده ليها في كل الرياضات بيقولوا عليها ليها سنس. السنس ده ما بيجيش الا بالممارسه وبال بالاستمراريه. سنس المكان وسنس اللعبه وسنس المهاره ما بيجيش الا بالاستمراريه وبالمشاركه بشكل كبير، فكون علي يتالق حتى في الفرص القليله اللي بتتاح لي ده معناه انه حارس مرمى محترم كده. بالمناسبه وبمناسبه حراس المرمى الاقرب النهارده لحراسه المرمى منتخب مصر هيكون محمد ابو جبل بدلا من محمد الشناوي نتمنى الشفاء طبعا للشناوي وحجازي وكمان احمد فتوح اللي قلت لحضراتكم منه تم استبعاده طبعا نتيجه اعتقد حادثه بس الحمد لله يعني اللي عرفته ما اعرفش فتوح بشكل شخصي يعني لكن من الدوائر المقربه يعني حالته مطمئنه ما هيش حادثه كبيره وان شاء الله باذن الله يكون موجود مع الزمالك ومنتخب مصر في اقرب فرصه ممكن النهارده من الاخبار الحلوه وبالمناسبه انتوا هتسمعوا كلام كتير جدا 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 على صفقات النادي الاهلي وعلى فكره دعم الفريق ما عنديش شك وده في اتفاق واضح وصريح يعني تقريبا معظم الجماهير واعتقد تتفق مع ده كمان او يتفق مع ده اداره النادي الاهلي وجهازه الفني ان في عندنا مراكز مراكز بعيدا عن الاسماء سيبك من الاسماء في مراكز تحتاج الى دعم في مراكز في الفريق اثبتت التجربه واثبتت الحقيقه انا باخد الثلاث مواسم على بعض كومبو كده اللعيبه دي الحقيقه في جزء كبير جدا من امكانياتهم البدنيه تحديدا تم استنزافها بذلت مجهود فوق طاقتها الموتور لما بتدوس عليه جامد اكتر من طاقته بيفوض او بيتحرق وفي اوقات كتيره جدا عانوا من اصابات ويبدو كمان انه في بعض الاسماء والحالات اصابتها وابتعادها لفتره بشكل او باخر اثرت بشكل كبير جدا على استعادتهم وقدرتهم على استعاده الفورمه العاليه جدا اللي كانوا وصلوا لها قبل الاصابه وبالتالي في مراكز تحتاج الى دعم وفي اسماء تحتاج الى دعم وفي فرق كبير بين الاثنين في مراكز تعتمد على لاعب واحد او اتنين على اقصى تقدير ولا الله في حاله اصابه حد وبتاع حد عن الفرقه بتواجه مشكله، انت السنه دي بالتحديد يعني في اخر مرحله واجهت مشكله وازمه غياب تقريبا خط النص وخط الدفاع بالكامل. على الرغم انه السنه دي بالمناسبه اكبر ميركاتو عمله نادي الاهلي. يعني النسختين اللي انت خدتهم في افريقيا ورحت بيهم كاس العالم لعبت فيهم بسكواد اقل بكتير ناحيه الامكانيات من الفريق ده. السنه دي انت عملت دعم على كل المستويات وجبت صفقات في كل الخطوط تقريبا ومع ذلك قدر الله ما شاء فعل طبعا. يعني كان عندنا وفره عدديه تديك اريحيه وتطمنك وانا كنت بقول في بدايه الموسم الاهلي عنده فرقتين لكن يشاء السميع العليم بقى انه يمر يمر عليك فتره اللعيبه فيها في قمه اجهادها كل الظروف ضدك الغيابات بالجمله لعيبه بعيده عن مستواها اتحاد افريقي وقف ضدك كل ده يحصل في اهم مباراه في الموسم فتكون النتيجه انك تخسر اللقب لكن بالتاكيد بالتاكيد ال ال الاداره عندها بالتاكيد ما فيش شك في ده ويمكن تكون في بعض الاوقات الاسماء اللي بتطرح مش سر على حضراتكم يعني انا مش طبعا هنا على شاشه الاهلي نحن لا نملك رفاهيه ال.. 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 احنا لكل مقام مقال وما نقدرش نتكلم غير على الصفقات اللي الاهلي اتمها او يعني اتفق عليها بشكل نهائي وهنا بيتم الاعلان عنها على شاشه الاهلي في كل البرامج لكن في النهايه اوقات كتيره جدا بيبقى فيه فعلا مفاوضات اوقات كتيره جدا بيبقى فيه بعض التسريبات اللي ممكن يكون الهدف منها حاجه ملوش علاقه بالتعاقد من عدمه في اوقات كتيره جدا بيبقى الغرض منه تشتيت انتباه عشان تخلص في حته تانية يعني سياسات التعاقد دي عالم كبير جدا احنا طبعا يعني ما بندخلش في تفاصيله لكن برضو الاهم بالنسبه لي انه ده ما ياثرش على تركيز لعبتنا انه في النهايه لعبتنا او انا 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 سمعت تقريبا الاهلي بيشتري فرقه جديده <applause> يعني وده طبعا شيء بعيد تماما عن الحقيقه وبعيد تماما عن المنطق لكن في النهايه اتمنى انه ما ياثرش على تركيز اللاعب بالمناسبه وبقول لحضراتكم طبعا النهارده امير توفيق مدير التعاقدات اعلن عن تمديد عقد محمد محمود لاعب الفريق لمده اربع مواسم ده بخلاف انه فاضل موسم متبقي ليه في عقده الحالي عشان كده يبقى محمد محمود موجود مع الاهلي خمس مواسم قادمه واللط... يعني ال... يحسب لمحمد محمود ويحسب للنادي الاهلي ودي المواقف اللي بتبين معادن الولاد بقى بصراحه انه الولد وقع على بياض ورفض تماما انه يتكلم اساسا يعني ما طرحش فكره انه يتكلم في مقابل مادي وشاف انه ده ابسط تقدير وابسط رد على المواقف اللي عملتها اداره النادي الاهلي معاه في الظروف الصعبه اللي واجهته محمد محمود تقريبا سنتين بيعاني من اصابه ورغم كده الإدارة كانت مؤمنة جدا بإمكانياته وقدراته وسندته لغاية لما رجع وقف على رجليه فالولد الحقيقة يعني بمنتهى العرفان والتقدير قرر أنه قال لك أنا مش يعني فلوس إيه اللي أنا هتكلم فيها إيه يكفيني موقف إدارة النادي الأهلي معايا والحقيقة هو وقع على بياض وقال لك التقدير المادي اللي تحدده إدارة النادي الأهلي أنا موافق بيه وأنا بشوف محمد محمود من الحاجات اللي تقدر تبني عليها في اللي جاي وان شاء الله باذن الله يكون اسمه مهم جدا في سكواد الاهلي في المواسم القادمه خمس مواسم فرصه كويسه لمحمد انه يقف على رجله من تاني ويقدم محمد محمود اللي الناس كلها بتتكلم عنه بشكل كويس كلها بتشيد بيه وبامكاناته وبموهبته. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول في السادسه.